بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بعظمته وجلال قدرته، واساله سبحانه وتعالى ان ينزل نعمه وفضله على عباده وسائر الامم، والصلاه والسلام على النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. مع الشيخ خالد بن عمر المرحوم الموقر وزير الخدمة المدنية، راعي الحق، أصحاب المعالي المكرمون أعضاء مجلس الدولة، أصحاب السعادة، ضيوف عمان الكرام، أيها الأخ الكريم، يشرفني أن أرحب بكم أجمل ترحيب ونحييكم تحية طيبة في هذا الحفل الجهيد الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالشراكة والتعاون مع مركز الأبحاث في التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والأكاديمية الناصرية للعلوم الاجتماعية بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الذي خصص حول تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والسن وعمان نموذجا. فمع بداية القرن السابع الميلادي شهدت الجزيرة العربية حدثا مهما غير مجرى التاريخ بظهور الإسلام وإقامة دولة إسلامية ممتدة شرقا وغربا. ومع مطلع القرن الثامن الميلادي يصل نفوذ المسلمين إلى حدود الصين، مما أوجد هذا الامتداد رقعة واسعة من الأراضي الشاسعة والزاخرة بالمنتجات والخيرات المتعددة، مما حدا للطرفين على تطوير التجارة والاستفادة من الأمن والاستقرار الذي وفره المسلمون على مسارات الطرق الحرير البرية والبحرية، مما أفسح المجال للصينيين في نقل بضائعهم ومنتجاتهم إلى العالم الإسلامي ووصول سفنهم إلى المواد الإسلامية المختلفة. كان طريق الحرير هنالك معبرا ثقافيا واجتماعيا ذا اثر عميق في المناطق التي يمر بها، ولم يقتصر شان طريق الحرير على كونه سبيل تجاره بين الامم والشعوب، وانما تجاوز الاقتصاد العالمي حيث عبر وتعرفت الشعوب في اسيا على الديانات ومنها الدين الاسلامي، وانتقال العديد من انماط الهجوم الاجتماعي من خلال التواصل السكاني، على ان النشاط الاقتصادي ظل دوما هو العامل الاهم والاظهر والابرز اثرا، لا سيما مع حلول القرن العاشر الميلادي الذي شهد انتقالا الى المسارات البحريه، فأحدث ذلك نقلة كبيرة في اكتشاف التجارة وأضحت البضائع والثقافات الإنسانية تنتقل بحرية منتظمة، تتجه عبر المحيط الهندي إلى آسيا وشمال أفريقيا، فكانت تجرى التبادلات الواسعة النطاق من حيث السياسة والاقتصاد. ولهذا فإن انتقال الحضارة المادية عبر طريق الحرير جعلها تتبادل ويتأثر بعضها ببعض، وقد تركزت المبادلات التجارية في مجالات عديدة منها المنسوجات والحرير والمجوهرات والتوابل والبخور والأواني الكيميائية والفخاريات والورق والصناعات الخشبية وغيرها. أيها الحق الكريم، اتسمت العلاقات التجارية العمانية الصينية
عبر العصور والحقب التاريخية الممتدة بآلاف السنين، تشكلت علامة بارزة في تاريخها كل العصر الإسلامي عن طريق الحقوق التجارية البحرية بين المواد السينية ومواد الساحل العماني، وقد أكسبها الاستقرار السياسي والأمني أكبر نفر في زيادة الاشتهار التجاري، فكان الاشتهار مينائي كالبن في الصين والصحار في عمان قد أديا إلى استقرار المنطقة التي تمر من خلال التجارة البحرية عبر المحيط الهندي، ومنها سواحل الخليج ومرافق البحر الأحمر. بفضل مساهمة المواد العمانية وعلى وجه الخصوص ميناء الصحار الذي اشتهر وحظي بإشادة العديد من الرحالة الجغرافيين، فكانوا يسمونه بوابة الصين لأنها كانت سوقا حرة وقبلة التجار وبضائعهم ومخزن للسلع الواردة من الصين والهند، وأصبحت الصحار مركزا رئيسيا للملاحة والتجارة ونقطة انطلاق للسفن إلى الهند والصين والشرق الأقصى. وليس أصدق قولا عما يرجعه بعض المؤرخين الصينيين، فإن أبا عبيد عبد الله بن القاسم هو السجلان البحري الذي ارتاد البحر مرات عديدة، وتحديدا الدور الريادي التجاري الذي قامت به صحار عبر التاريخ العماني، وإحياء لتلك الرحلات البحرية والتجارية، وبناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله وأبقاه، أبحر السفينة الصحار من مدينة الصحار في رحلة تاريخية من الصين، ورست السفينة الصحار في ميناء تانكين الصين، وقد استغرقت السفينة بنفس المدة الزمنية التي تستغرقها سفن الرحلات. فكان لهذا التطور التجاري وازدهاره في العلاقات التجارية بين عمان والصين لهو دليل لهذا التحول الاقتصادي الهام الذي قام به الجانبان، فساهم بإيجاد علاقات تنظيمية وإدارية وقانونية لتنظيم التبادل التجاري وإنشاء أدوات إدارات التنفيذ التجاري لضبط حركة البضائع وتنقل التجار وتحديد حجم الأموال ومدة إقامتهم وتوفير الحماية المتبادلة لهم. ولهذه الغايات المنشودة والأهداف المرجوة، فإن المؤتمر سينظر في أوراق العمل التي تتناول أوجه ومجالات العلاقات التي ربطت العالم الإسلامي بالصين وعمان، وأهمية امتداد وتواصل هذه العلاقات الاقتصادية والتي تعمل كل الدول على إيجاد شراكة اقتصادية والعمل على إتاحة فرص الاستثمار مع مختلف دول العالم ومنها الصين. وسيخلق المؤتمر لمجموعة من الأوفياء. وبهذه المناسبة يسرني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى سعادة الأستاذ الدكتور خالد كرم المدير العام لمركز الأبحاث للتاريخ والثقافة والفنون والثقافة، وإلى أكاديمية العلوم الاجتماعية بالصين للعمل معا إعدادا وتحضيرا لهذا المؤتمر. وشكر موصول بالتقدير والاحترام لمعالي الشيخ خالد بن عمر المرحوم وزير الخدمة المدنية راعي هذه المناسبة، ولأصحاب المعالي والمترقبون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة وجميع الإخوة والأخوات الذين تكرموا بالمشاركة في أعمال المحتوى، وتحية إجلال وتقدير لجميع الأساتذة المحاضرين الكرام
ولجميع الإخوة في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وفي مركز الأبحاث في التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، وفي أكاديمية العلوم الاجتماعية بالصين، على التسهيل والتعاون. وفقنا الله جميعا بما فيه خير أوطاننا والإنسانية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.